مساء الخير، نشرة إخبارية مفصلة نبثها أيضا عبر إذاعة لبنان الرسمية. مساء الخير. الحدث المحلي يتفاعل، والقضاء أصدر مذكرة توقيف وجهية بحق رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر لتطوله على فقيد لبنان الكبير البطريرك مار نصر الله بطرس الصفير. وفي المحليات أيضا تحضيرات لجلسة مجلس الوزراء ليلة غد على أن تقر الموازنة في جلسة مقبلة بعد أيام في القصر الجمهوري، وتعتمد الموازنة في مشروعها على تقشف كبير يعيد التوازن المالي ويمهد لتنفيذ مقررات مؤتمر سادر بعدما سرت شائعات على انسحاب بعض الدول من التزاماتها إذا لم يقم لبنان بالإصلاحات المطلوبة. ويبقى الحدث الكبير في المواجهات الكلامية بين واشنطن وطهران حول احتمالات الحرب ليس فقط بين أمريكا وإيران في محور واحد، وإنما في محاور عدة في المنطقة، انطلاقا من قراءات أمريكية تتماشى مع تهديدات طهران بأن الأذرع التابعة لإيران لن تسكت بحال اندلاع الحرب، وهذا يعني التوتر في عدد من الدول. جديد الوضع الأمريكي الإيراني في هذا التقرير. رغم ارتفاع وتيرة التهديدات والحديث عن أوضاع المنطقة الملتهبة مع تصاعد الخلاف بين واشنطن وطهران، إلا أن تطمينات وردت على لسان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، فقال لن تكون هناك حرب لأننا لا نريد الحرب. الأقوال الإيرانية اقترنت بالأفعال، فأزالت السلطات الإيرانية من بعض قواربها صواريخ مجنحة كان تركيبها هو السبب الأكبر للتصعيد الأخير، في وقت نقل عن مسؤولين عسكريين توقعهم أن يطلب البنتاغون في الأسابيع القليلة المقبلة نشر المزيد من القوات البحرية والجوية في الشرق الأوسط، ما دفع إيران لاتهام الولايات المتحدة بشن حرب نفسية، مؤكدة أن طهران لن تتفاوض مع واشنطن مجددا. وحذر نائب قائد الحرس الثوري الإيراني محمد صالح جوكار أن الصواريخ الإيرانية قصيرة المدى يمكنها الوصول للسفن الحربية الأمريكية في الخليج، ووصف الدعوة الأمريكية لمحادثات أنها بمثابة توجيه مسدس صوب شخص ودعوته لصداقة ومفاوضات. هذه التوترات ألقت بظلالها على المنطقة، إذ أعرب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله عن قلق بلاده من الوضع الملتهب. أما في العراق فتم إخلاء 28 موظفا من شركة أمريكية من حقل نفط عراقي في إجراء احترازي. أما البحرين فطلبت من مواطنيها الموجودين في العراق وإيران المغادرة فورا بسبب الأوضاع غير المستقرة. على صعيد آخر، نصحت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية الخطوط الجوية التجارية في الولايات المتحدة بتوخي الحذر أثناء تحليق الطائرات فوق مياه الخليج وخليج عمان. حذرت مملكة البحرين مواطنيها من السفر إلى العراق وإيران، وطلبت مواطنيها في البلدين بالعودة فورا حفاظا على سلامتهم، وذلك نظرا للأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة والتطورات الخطيرة والتهديدات القائمة. ويأتي التحذير وسط توترات بين الولايات المتحدة وإيران. في الجزائر انطلقت تظاهرات للمطالبة برحيل ما تبقى من رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، ورفضا لإرجاء الانتخابات الرئاسية، وقد خرج الآلاف معيدين الوهجة إلى الحراك الشعبي في هذا البلد. قتل حارسان وخطف 4 آخرون في هجوم استهدف حقل زلة النفطي الليبي شنه تنظيم داعش، واستهدف التنظيم أحدى بوابات الحقل قرب بلدة زلة الواقع على بعد 760 كيلومترا جنوب غرب العاصمة طرابلس. وقال رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط إن استمرار حالة عدم الاستقرار في البلد قد تؤدي لفقدان 95% من الإنتاج. وأكد الهجوم على حقل زلة للصحفيين في السعودية قبيل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المستقلة غدا لمنتجي النفط من أوبك وخارجها. We'll be right back.
إفطار شهي لكل الصائمين. أسف البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي لما صدر عن بشارة الأسمر وهو في موقع مسؤولية من كلام مهين بحق المثلث الرحمة البطريرك الكاردينال مارنصر الله بطرس صفير، وأدان الراعي بشدة هذا الكلام الذي تسبب بجرح بليغ في نفوس كل اللبنانيين مقيمين ومنتشرين وسواهم. الراعي أيد ردات الفعل الرسمية والشعبية وبينها تلك الصادرة عن مؤسستنا البطريركية والرابطة المارونية التي قابلت هذا التصرف اللامسؤول بالبيانات المطالبة باستقالته ومقاضاته، كما نوه بتحرك النيابة العامة الفوري. الراعي لفت إلى أن هذا الكلام يفقد صاحبه حكما الأهلية للاطلاع بمسؤولية تتعلق بالشأن العام، ويلزمه بالاعتذار من روح المثلث الرحمة ومن جميع اللبنانيين الذين أساء إليهم بكلامه. وأضاف البيان الصادر عن البطريركية إنه إذا كانت أبواب المغفرة تبقى مفتوحة دائما أمام كل تائب، فإن أبواب الصرح البطريركي ستبقى مقفلة أمامه إلى حين تكفيره وتعويضه عن خطيئته، بما يحفظ كرامة قدسية وفاة البطريرك الكبير واللبنانيين. مذكرة توقيف وجهية في حق رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على خلفية كلامه المسيء بحق البطريرك صفير وسط دعوات إلى استقالته. ما تفوه به رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر من كلام مسيء بحق البطريرك الراحل صفير استدعى ردود فعل سياسية وشعبية مستهجنة التعرض لمقام البطريرك صفير، وتوالت الدعوات لاستقالته ومحاسبته، فيما علق عدد من الاتحادات عضويتهم في الاتحاد العمالي. ووسط هذه الأجواء استدعي الأسمر إلى المباحث الجنائية، كما طلب من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام الإدلاء بشهاداتهم. وفي وقت لاحق أصدر النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي عماد قبلان مذكرة توقيف وجاهية بحق رئيس الاتحاد العمالي العام بعد الاستماع إلى إفادته. وكانت المباحث الجنائية المركزية استدعت بناء على إشارة المدعي العام 5 من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد كانوا إلى جانب الأسمر على المنصة، واستمعت إلى إفادات 3 منهم من دون إقفال الملف وإحالته على القضاء المختص بانتظار الاستماع إلى العضويين الباقيين، فيما قرر المجلس التنفيذي للرابطة المارونية بالإجماع شطب عضوية الأسمر من الرابطة المارونية والتقدم بشكوى جزائية بحقه. مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو بوكسم دان التطاول على مقام البطريركية داعيا إلى محاسبة الأسمر، وأكد أنه لا يستحق البقاء في موقع المسؤولية ولا تنفع الاعتذارات بعد إطلاق الإهانات. هي ليست بزلة لسان كما وصفها رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، فقد تحولت إلى قضية رأي عام تطال مقام البطريركية المارونية والبطريرك الراحل مار نصر الله بطرس صفير كما تطال حرمة الموت. اليوم شفنا نحن أنه كل هالناس أشارت إلى هذا العمل أنه هذا عمل مسيء بحق سيدنا صفير وبحق الكنيسة، والرأي العام إذا بتتبعيه على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى المسؤولين اللبنانيين يعني استاءوا من هذا الكلام، بالتالي هذا الكلام يعني ما بليق بشخصية تتعاطى الشأن العام، وإنه يكون في تطاول على مقام مثل مقام سيدنا البطريرك صفير. الرأي العام أعطى حكمه، بالتالي يعني بدنا نشوف هلا كيف بده يتفاعل بعض الرأي العام مع هذا الموضوع، الرأي العام المسيحي والرأي العام اللبناني مش بس المسيحي. الدين المسيحي دين تسامح، ويحكى عن أن البطريرك صفير كان يسامح من أساء إليه. أكيد الدين المسيحي هو دين مسامحة، وأكيد سيدنا البطريرك صفير كان رجل مسامح، وكل مسؤول في الكنيسة وكل إنسان مسيحي هو مسامح. بس اليوم بدك تعرفي إنه الموضوع ما بيتعلق بس بالكنيسة، في عائلة البطريرك صفير يعني اليوم أعلنت يعني استنكار لهالموضوع واتخذت إجراءات قانونية، في المؤسسات المارونية كان مؤسسة انتشار الماروني أو الرابطة المارونية أو المؤسسة العالمية للانتشار اللي برأسها الدكتور سليم صفير، وكل هالمؤسسات المارونية أو المجلس الماروني كلهم هولي يعني هن اللي عم بيقوموا بالموضوع القانوني.
أكيد نحن منسامح دين المسيح بعلم المسامحة، بس كمان في العدالة بتاخذ مجراها. أما الخطوة المطلوبة من الأسمر، هو لازم يعرف شو بده يعمل قدام هالهجمة الكبيرة يلي صارت، هو عليه ياخذ قرار. جولة لوزير الخارجية جبران باسيل في الكورة، استهلها بزيارة بلدة أنفي، حيث كان في استقباله وزير العدل ألبير سرحان والنائب جورج عطلة وفعاليات المنطقة. بعد ذلك انتقل إلى بلدة ددي، مؤكدا أنه في هذا البلد لا يمكن لأحد أن يعيش مظلوما، ومن الطبيعي أن نرفع صوتنا مع الظلم الاقتصادي الذي يعيشه الناس، مشيرا إلى أن هذا الصوت الذي يزعج البعض، لكن يجب مواجهة الناس بالحقيقة للخروج من الوضع السيء. نحن مش قادرين نبقى بالحكومة بهيدا الوضع، لأنه كل مرة بنعطي فرصة لا نعالج الاقتصاد نحن عم نوصل على الموازنة. هلأ بلشوا بدون يحملونا، عم بتأخروا الموازنة، عم بتحملوها كتير. ليه؟ تنطلع بموازنة عادية خفضنا بس أرقام فيها، بالوقت كلنا عارفين أنه ما بقى فينا نبقى نعالج موازنة من دون اقتصاد. ما بقى فينا نترك زيت المنظومة تبع الهدر وتبع الفساد هي اللي عم تاكل أرقام الموازنة. بتعرف انه مثلا مرفق بيروت لازم يفوت اكتر على الخزينة، بيقلك ايه مظبوط هيك بس اجلها. طب صار قلنا بلجنة موقتة بهالمرفق عشرات السنين، امتى بدها تبطل الموقتة؟ أكد النائب جورج عدوان أن أهل الجبل يعيشون فيه مسلمين ومسيحيين ودروز في جو من المصالحة والأخوة، والنائب بلال عبد الله يؤكد أن الحرص على هذه المصالحة والتنوع السياسي. مواقف النائبين جاءت خلال افتتاح موقع بوابة الآخرين. من الساحل إلى أعلى الجبل نحن مسلمين وموحدين دروز ومسيحيين عايشين بجو من المصالحة والإنفة والأخوة، نتشارك بأفراحنا نتشارك بأحزاننا. كان لافت امبارح المشاركة الكبيرة من الجبل بمقتل غبطة البطريرك صفير رجل الاستقلال التالي. نحن بحاجة نحافظ على هالنموذج، نحن بحاجة كل يوم هالمصالحة نعمر بدمان أكثر وأكثر فيها. في الشوف والأقليم أؤكد لك كلنا على مسافة واحدة. نتخاصم أحيانا، نتباين في وجهات النظر، ولكن أعتقد أن صلابتنا الوطنية وانتماءنا الوطني وحرصنا على المصالحة في ظل هذا التنوع السياسي سيبقى يجمعنا إلى أبد الأبدين. الموازنة الأفضل للاقتصاد اللبناني تكمن بوقف الهدر بدل فرض الضرائب على المواطن والمغترب اللبناني. التفاصيل في الفقرة الاقتصادية مع ندى الحوت. في الاقتصاد نطرح اليوم موضوع الموازنة وموضوع الإصلاحات مع الخبير الاقتصادي الأستاذ جان طويل. أهلا وسهلا فيك. مرحبا. نحن اليوم بموضوع الموازنة، برأيك مع عدم تطبيق ومحاربة الفساد هل ستجدي نفسا عن هذه الموازنة؟ اليوم الموازنة لازم تكون موازنة إصلاحية. من ميلة على هذه الموازنة نقلص قد ما فينا العجز، من ميلة بدنا نحسن الإيرادات من دون مثل ما كنا عم نقول قبل من دون ما نفرض رسوم أو ضرائب جديدة. نعم. ولكن بمحاربة التهرب الضريبي والجمركي اللي هي لوحدة فيها تفوت أكثر من مليار دولار على خزينة الدولة. من ميلة تانية لازم كمان نخفف النفقات، ونعرف أنه اليوم على صعيد بس نسبة الرتب على 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 مجموع صحيح. النفقات هي 38%، هي من الأعلى عالميا. صحيح. وقت عم نقارن على غير بلاد اللي هي بلاد متطورة المعدل تبعه بيكون 15%. نحن بلبنان 38%، ففي حاجة ضرورية لنقلص حجم القطاع العام. القطاع العام اليوم كلنا بنعرف انه في وظائف وهمية، في وظائف انتخابية صارت، هودي عالم ما بيروحوا على اشغالهم، ما بيعرفوا وين شغلهم، ما بيصير اليوم هيدا الشخص
نكون عم بنفس الطريقة من كل واحد من الشباب الموجودة هون اللي عم تجي على شغلها من الصبح لعشية عم تشتغل بعرق جبينة. صحيح. ما فينا نحن نساويهم اثنيناتهم. فبدنا نقلص حجم القطاع العام من ميلة، من ميلة تانية لازم نحن كمان نرجع نشوف كل هالنفقات التشغيلية إن كان السفر إن كان حتى الجمعيات الوهمية وغيرها، لازم يكون في ضبط لهذا الموضوع. أكيد ضبط للهدر، بس تنقدر نوصل لنتيجة لازم يكون في إرادة سياسية، لأنه هذا السيستم هم خلقوا. لهلا مش موجودة الإرادة السياسية لمحاربة الفساد حتى الآن، غير موجودة. لا مثل ما شايفين، مثل ما عم نسمع بالإعلام، لأنه بعضهم عم بيحكوا بموضوع الموازنة. نعم. كل هالنطاق الخلافية بعضهم عم بيأجلوها. نعم. يعني بعضهم عم بيأجلوا فيها لازم إذا عن جد عندهم النية يعملوا موازنة إصلاحية يحفزوا كمان، يعني مش بس بدنا نقلص حجم القطاع، نقلص العجز بالدولة. نعم. ولكن كمان لازم نحن اليوم نساعد القطاع الخاص اللي هو عم بيعاني، صار له سنين عم بيعاني، ما عنده بقى سيولة، مش عم بيقدر يشتغل، في عم نشوف كتير مؤسسات عم تسكر، في عم نشوف كتير عالم عم تخسر أشغالها. فاليوم لازم كمان من خلال هذه الموازنة اللي هي بتترجم الخطة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، تقدر هالموازنة كمان نحفز القطاع الخاص تقدر يواجه هذه الأزمة الاقتصادية اللي نحن عايشينها اليوم. وإلى الصفحة الرياضية مع الزميل داني حرب. قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبور عوقب بالإيقاف لمباراة واحدة أوروبيا مع وقف التنفيذ بعد تأخر انطلاق مباراة الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام أياكس أمستردام. وتعني هذه العقوبة أن المدرب الأرجنتيني سيتمكن من حضور مواجهة توتنهام وليفربول في الأول من حزيران في مدريد في نهائي دوري الأبطال. قال يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إن المدرب ماسيميليانو أليجري سيرحل عن النادي في نهاية الموسم بعد 5 سنوات ناجحة هيمن خلالها على لقب الدوري، وقد فاز بخمسة ألقاب متتالية لدوري وأربعة ألقاب لكأس إيطاليا. وقد يفتح رحيل أليجري الباب لعودة أنطونيو كونتي الذي غادر يوفنتوس عام 2014 لتدريب منتخب إيطاليا، وستكون آخر مباراة يقود فيها أليجري الفريق في ضيافة سامدوريا في 26 من أيار الحالي. أعلن الحارس الدولي الإسباني السابق لنادي بورتو البرتغالي إيكر كاسياس أنه في حال جيدة بعد الأزمة القلبية التي تعرض لها مطلع هذا الشهر أثناء التدريب، وأنه لا يفكر في الاعتزال. وكتب كاسياس الذي سيحتفل بعد أيام قليلة بعيد ميلاده 38 في حسابه على تويتر كل شيء بخير، مشيرا إلى أنه لن ينهي مسيرته الكروية. بهذا الخبر نأتي إلى ختام هذه النشرة، شكرا وإلى اللقاء. إلى اللقاء.